برافو عليك يا جيجي والله. طيب دلوقتي خلاص نرجع بقى مكاننا، كفايه كفايه، ده الشمس بقت. برافو عليكم يا حبايبي، شاطرين كلكم ومتعادلين الحمد لله. دلوقتي احنا عندنا الفيلر صح؟ طيب تعالوا نوريكم دلوقتي تقرير حلو قوي، فيديو يعني حلو قوي عاملينه عن الصناعات المصريه، عايزين نعرف بلدنا بتصنع ايه والحاجات المهمه في بلدنا. تعالوا نروح نشوفه وهنرجع مع فقره حلوه قوي، استنونا. صنع في مصر، الجملة دي بنقراها وبنسمعها وبنشوفها كتير كمان في الإعلانات، وكل مرة نشوفها أو نسمعها بنحس بفخر شديد جدا. تفتكروا يا أولاد ليه الصناعات المصرية مميزة؟ من حوالي 7000 سنة ظهر مفهوم الصناعة في مصر واتطورت على مر العصور، وكان فيها نهضة كبيرة جدا في عهد محمد علي اللي بنى أساس صناعات كتيرة جدا زي المنسوجات، السكر، عصر الزيوت، والصناعات الحربية كمان زي ترسانة صناعة السفن. ومع بداية القرن 21 ظهرت في مصر نهضة صناعية جديدة، وكان أهم حاجة فيها هي وجود منتج مصري مميز يقدر ينافس المنتجات العالمية وفي كل الأسواق مش بس في السوق المحلي، يعني كانت بتنتج وكمان بتتصدر لبره. الصناعات المصرية كتير جداً، وده لأن الموارد أصلاً في مصر كتير جداً، مصر مليانة مليانة خيرات يا ولاد. وأغلب الصناعات المصرية ليها شهرة عالمية لأنها جيدة جداً ومميزة عن غيرها، وكمان ليها دور متميز في زيادة الاقتصاد المصري. خلونا مثلاً نبدأ بصناعة المنسوجات، دي كانت وما زالت من أهم الصناعات المصرية، وده لأن من أشهر الزراعات المصرية هي القطن طويل التيلة. القطن ده يا ولاد أجود أنواع القطن في العالم كله، واللي بيه تم افتتاح مصانع كتير جدا للغزل والنسيج، ومش بس للإنتاج المحلي، يعني مش بس بيتباع في مصر، لأ ده بيتصدر للعالم كله وبيطلب بالاسم على فكرة. يعني دايما هتلاقوا كده مثلا في الأفلام الأجنبية أو في أخبار أو حاجة يقولك إيه، يجيبوا مثلا تيشيرت كده ومكتوب عليه صنع في مصر أو قطن مصري 100%. طيب تعالوا نتكلم عن الأساس مثلا المنزلي، العفش يعني اللي في بيوتنا. أول محافظة هتيجي على بالنا هي دمياط، المصانع والورش المختلفة اللي في دمياط بتنتج ملايين قطع الأساس كل سنة، وبسبب دقتها وزغرفتها كمان المميزة جدا بتتصدر لأغلب دول العالم. طيب صناعة الأسمنت مثلا بتساعد طبعا في البناء، خصوصا مع خطة الدولة لزيادة المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، وبيشترك معاها كمان صناعة الحديد والصلب، ودول برضو صناعات مميزة جدا في مصر. من الصناعات الكتيرة والمختلفة اللي بيحبها مثلا السياح وبياخدوا منها تذكارات وهدايا هي الخيامية بألوانها وأشكالها الجميلة المبهجة والمختلفة، صناعة النحاسيات المشهورة في منطقة الجمالية، صناعة الجلود، الفخار. والدولة المصرية بتهتم جدا بتطوير القطاع الصناعي، وتعمل مدن جديدة ومشروعات تنموية كبيرة جدا زي مثلا مدينة الروبيكي للجلود، ودي مدينة متكاملة عاملينها لدباغة وتصنيع الجلود، وطبعا مدينة الأثاث في دمياط، ومجمع الصناعات البلاستيكية، ومدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج. الصناعة يا أولاد من أهم الحاجات اللي بتساعد في الاقتصاد القومي، واللي بيساعد في توفير فرص عمل كتير جدا لشباب كتير جدا مصريين، وكمان نقدر نصدرها لدول كتير وتفتح أسواق خارجية. علشان كده دايما كلمة صنع في مصر بتبقى بالنسبة لنا مصدر فخر، فلازم كلنا ندعم ونساند المنتج المصري.